السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله مكون الأكوان ومخصص الإنسان بخصائص منه تعالى في السر والإعلان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين الحي القيوم الديان، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدًا عبده ورسوله. من خصصه الرحمن بالإسراء والمعراج وإنزال القرآن، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك وكرِّم على عبدك أكرم الأولين والآخرين عليك، وأقربهم منك وأعظمهم منزلةً لديك، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهاجهم سار، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين معادن الأنوار، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد عباد الله، فإني أوصيكم وإياي بتقوى الله، فاتقوا الله من يحدث لكم الآيات، وفي أنفسكم أفلا تبصرون آيات بديعات، وعظم ما بث في الأرض والسماوات، وما يقلب به الأمور ويصرفها ويحدث من الحادثات، كلها مذكرات بقدرة الذي قدرته طليقة، وهو الحاكم المالك لجميع الخليقة. أيها المؤمنون بالله، اتقوا الله فيما يحدث لكم من آيات وعبر، ومنها مرور الزمان بكم والأيام والأشهر تتوالى واحدا بعد الآخر، ولكل فرد منكم أجل وساعة يقبض فيها من عام مخصوص وشهر مخصوص ويوم مخصوص وساعة مخصوصة لا يتقدم عليها ولا يتأخر. أيها المؤمنون، ومن سنة ربنا الذي خلق وفطر في الأمم من قبلنا ثم فينا أن يرسل الآيات والعبر ليعتبر من اعتبر ويتفكر ويرجع إلى المسلك الأجمل الأطهر، ويخرج من استعباد الهوى والشهوات وسلطان وتسلط عدوه إبليس الأدحر. أيها العباد، قال جل جلاله: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فتقلب البأساء والضراء ونزولها بالخلائق وقتا بعد وقت ليتضرع المتضرعون إلى مدبر الأمور الذي يقول لشيء كن فيكون، وإليه يرجعون ويخرجون عن معصيته وله يطيعون. ولكن الكثرة الكاثرة من هؤلاء البشر مع إرسال الآيات والعبر ونزول البأساء والضراء لا يتضرعون إلى الرحمن ولا يرجعون إليه ولا يخضعون لجلاله ولا يتذللون بين يديه ويصرون على المعصية والمخالفة. وحينئذ منهم من يفتح له أبواب
تعجيل متاع في الحياة الدنيا مدة قصيرة محدودة يبلغ فيها غاية الغرور ويؤخذ بغتة فيندم ندامة عظيمة لا تدارك لها ويتحسر حسرة لا آخر لها ولا ينفعه شيء من ذلك. ويل لمن لم يعتبر، ويل لمن لم يدكر في السنوات القريبات القليلات اليسيرات مرت على الناس حروبا وكروب، ومر فيروز كورونا وما قيل عنه وما عمل له في شرق الأرض وغربها، وما تعطل وتبطل من مؤسسات ووسائل نقل، وما عطلوا من جمع المسلمين إلى غير ذلك، وتوالت عليهم تلك الحروب وأنواع من الكروب. وجاء في هذه الأيام رسالة زلازل تبين أن القوي هو الله وحده، يذكر هؤلاء الضعفاء بلطفه فهو ألطف اللطفاء. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. أيها المؤمنون، تذكر الزلازل أن لا قوة لأحد شعوبا ولا دول أمام إرادة خالق السماوات والأرض. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم أمما كثيرة ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. والآيات مبثوثة، أفلم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أيها المؤمنون، قدرة القادر بها أسرى بحبيبه محمد من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ليلا، وعرج به إلى السماوات العلى، وأراه الجنات وما فيها والنيران وما أعد لأهليها، وعاد وقد فرض علينا عماد الدين وأعظم الفرائض بعد الشهادتين فريضة الصلاة، وقد أراه عواقب من يتهاون بهذه الفريضة، وأشهده في تلك الليلة أقواما تكسر رؤوسهم وترضخ بحجارة من نار، كلما رضخت عادت كما كانت. وسأل من هؤلاء؟ قيل هؤلاء المتهاونون بالصلاة الذين تتثاقل رؤوسهم عن الصلاة من أمتك، الذين تتثاقل رؤوسهم عن الصلاة من هذه الأمة. فويل للرؤوس المتثاقلة عن فرائض الله تبارك وتعالى، ويل لرؤوس رجال ونساء لا تقوم لفرض الله وتتثاقل عنها، فكيف بمتعمد تركها من أصلها؟ إنها بلايا نزلت على الأمة، وويل لهم إذ يكسبون ما يوجب لهم آفات وشرورا وحوادث لا طاقة لهم بها. ويتذكر من يتذكر، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ومظاهر العذاب الأكبر أراها الله نبيه ليبلغنا
في ليلة الإسراء والمعراج، هؤلاء ترضخ رؤوسهم بحجارة من نار، وهؤلاء تعظم بطونهم وفيها الحيات والعقارب، كلما قام أحدهم سقط كأن بطنه جبل أمامه. وهؤلاء تقرض شفاههم وألسنتهم بمقاريض من نار، كلما قرضت عادت كما كانت. وهؤلاء يلقمون الحجر ويتركون الخير. وهؤلاء كما رأى النتيجة الجزاء الأكبر لمن يجاهد في سبيل الله ولمن يعمل الصالحات، وما أشهده رب الأرض والسماوات نبيه هو الحق والمصير الذي لا بد منه ولا أصدق منه ولا أحق منه ولا أيقن عند كل من عرف الحقيقة بالله، عند كل من عرف الحقيقة لا أيقن منه ولا أوثق من أن ذلك كائن لا تقديم فيه ولا تأخير ولا مغالطة فيه ولا تزوير. ولقد رأى من آيات ربه الكبرى ما زاغ البصر وما طغى، ما كذب الفؤاد ما رأى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أيها المؤمنون بالله، فانظروا ما معاني رجوعنا إلى الرحمن وتضرعنا إليه وإقامتنا لأمره جل جلاله وتعالى في علاه. إن المنادي الذي تعرض لنبيكم صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج عن يمينه وعن يساره منفوخ بوقه ينادي يمنة ويسرة يهود ونصارى على ظهر الأرض، فويل لمن أجابهم وويل لمن لبى نداءهم ولقد أعرض عنهم صلى الله عليه وسلم ولم يجب من ناداه على اليمين ولم يجب من ناداه على اليسار، وهو يصيح يا محمد يا محمد فلم يلتفت إليه. ثم قال له جبريل: أما الذي ناداك عن يمينك فداعي اليهودية، أما إنك لو أجبته لو تهودت أمتك من بعدك، وإن الذي دعاك عن يسارك لداع النصرانية، ولو أجبته لتنصرت أمتك من بعدك. والعجوز التي نادتك المزينة هي الدنيا، لو أجبت نداءها لآثرت أمتك الدنيا على الآخرة، ولم يبق فيهم صاحب خير يوثر الآخرة على الدنيا. ولكن بما جعل الله من ثبات نبيه يبقى في الأمة من يوثر الآخرة على الدنيا إلى آخر الزمان فضلا من الله ورحمة. أيها المؤمنون، وما داعي اليهودية والنصرانية إلا في دعوتكم إلى النظر الحرام وإلى القول الحرام وإلى الأكل الحرام وإلى المجون وإلى السفور وإلى التبرج وإلى قل الحياء وإلى المعازف المحرمة وإلى المخدرات والمسكرات وانتشارها بين العباد. هذه دواعي اليهودية وهذه دواعي النصرانية، يجب أن ترفضوها ويجب أن تكرهوها ويجب أن تترفعوا عنها، ولا تفسحوا قلوبكم ولا عقولكم ولا دياركم وأسركم لداعي يهودي ولا داعي نصارى. واستجيبوا لدعوة الله، أقيموا أزياءكم وأقوالكم وأفعالكم وعاداتكم والتعبير عن الفرح والتعبير عن الحزن في وقته بما شرع الله على لسان رسوله، ولا تلتفتوا يمنة ولا يسرة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه
ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به. أيها المؤمنون بالله، هذه وصية الله فاحفظوها، واعلموا أن من لم يتضرع إلى الله وقت الشدة واستمر على غيه ولهوه ربما فتحت له الأسباب فيتمادى فيها، فإذا فرح بما أوتي أخذ بغتة وكانت عليه الحسرة الأبدية. أيقظ اللهم قلوبنا وارزقنا الادكار والاعتبار والاستنارة بنور نبيك المختار والاكتفاء له في المقاصد والنيات والآثار برحمتك يا أرحم الراحمين. والله يقول وقوله الحق المبين، فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال تبارك وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قل أرأيتم من أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به؟ انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. قل أرأيتكم من أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وثبتنا على الصراط المستقيم وأجارنا من خزيه وعذابه الأليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله يوقظ قلوب الموفقين ويحرف أفئدة الغافلين ويصرفها عن آياته البينات وحججه القاطعات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأراضين والسماوات، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقرة عيننا ونور قلوبنا محمدًا عبده ورسوله. سيد المرسلين خاتم النبوات، اللهم صل وسلم وبارك وكرم على الآية الكبرى والنعمة العظمى خير البريات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه القادات وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الميقات وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وتابعيهم وملائكتك المقربين وعلى جميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله. فاتقوا الله وأقيموا جميع أموركم في ذواتكم وشخصياتكم وفي أسركم وأهليكم وفي محيطكم وما حواليكم وفي أقوالكم وأعمالكم على سنن منهج الله وقويم شرع الله، ولا تستبدلوا بذلك هوى لأنفسكم ولا لسواكم من خلق الله. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، ألا
فلتستيقظ القلوب ولنرجع ونتوب إلى الحي القيوم الذي بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله وله الحكم في يوم الميقات المعلوم. أيها المؤمنون بالله، حادثة الإسراء والمعراج آية عظيمة تفصل بين المؤمن والكافر وتثبت قلب المؤمن أن الأمر بيد الفاطر العزيز القادر في الباطن وفي الظاهر جل جلاله وتعالى في علاه، وأنه يجب له الخضوع والخشوع، وأنه يحسن الاستعداد له قبل ما يقهر عليه الكل من الأوبة والرجوع. أيها المؤمنون بالله تبارك وتعالى، أختموا شهر رجب الأصب بصدق مع الرب ورابطة بحبيبه الأطيب وحسن رعاية لأمر الله وأدب لتسعدوا في الدنيا وفي المنقلب. أيها المؤمنون بالله، أمر من تقدمونه على أمر إلهكم؟ سنة من تقدمون على سنة نبيكم؟ أيها المؤمنون بالله، أيقظوا قلوبكم وتجندوا لربكم الذي خلقكم لتظفروا بوداده وواسع إمداده وعطائه الذي لا ينفد. أيها المؤمنون، لا تنصرفوا من الجمعة إلا وقد اجتمعت قلوبكم على الصدق مع عالم السر والنجوى واللحوق بركب التقوى في السر وفي النجوى. يا أيها المؤمنون بالله، ذكركم خاتم الرسالة بما رأى في ليلة الإسراء والمعراج فتذكروا، وبشركم بفضل الله العظيم إن أطعتموه فاستبشروه، واصدقوا مع الله تبارك وتعالى حيثما كنتم وأينما كنتم فإنكم تحت رؤيته ونظره وقهره وسلطانه حيثما كنتم وأينما كنتم. اللهم املأ قلوبنا بالإيمان واليقين، واجعلنا في الهداة المهتدين برحمتك يا أرحم الراحمين، وأكثر الصلاة والسلام على المصطفى المختار، فإن من صلى عليه مرة صلى عليه عشرا إلهنا الغفار، وإن أولى الناس به يوم القيامة أكثرهم عليه صلاة، ولقد أمرنا الله بأهاء وقد بدأ في نفسه وثنى بملائكته أولي النهى وأيها بالمؤمنين من عباده تعميما، فقال مخبرا وآمرا لهم تكريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك المختار المجتبى سيدنا محمد، وعلى الخليفة من بعده وصاحبه وأنيسه في الغار، مؤازره في حاله السعة والضيق، خليفة رسول الله سيدنا أبي بكر الصديق، وعلى الناطق بالصواب حليف المحراب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب، وعلى محيي الليالي بتلاوة القرآن من استحيت منه ملائكة الرحمن أمير المنذ النورين سيدنا عثمان بن عفان، وعلى أخي النبي المصطفى وابن عمه ووليه وباب مدينة علمه إمام أهل المشارق والمغارب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب، وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة في الجنة وريحانتي نبيك بنص السنة، وعلى أمهما الحوراء فاطمة البتول الزهراء، وعلى خديجة الكبرى وعائشة الرضا وأمهات المؤمنين، وعلى الحمزة والعباس وسائر أهل بيت نبيك الذين طهرتهم من الدنس والأرجاس،
وعلى أهل بيعة العقبة وأهل بدر وأهل أحد وأهل بيعة الرضوان، وعلى سائر صحب الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تدارك المسلمين بالغياث العاجل، والطف بهم بلطفك الشامل، وتولهم بما أنت أهله يا كريم يا عزيز يا كافي يا كافل يا حي يا قيوم. الطب بالمسلمين ومن أصابهم الزلازل، وتولهم بما أنت أهله، وادفع عنهم البلايا والرزايا، وارزقهم الرضا والتسليم لأمرك. اللهم اجعل لطفك جاريا لهم ساريا في شؤونهم وذراتها أجمع، بما أنت أهله يا خير من يدعى ومن يسمع. يا حي يا قيوم ألطف بنا وبالمسلمين فيما تجري به المقادير، وأحسن اللهم لنا الحال في الدنيا والمصير، وثبتنا على أحسن المشي والمسير، على مسلك البشير النذير والسراج المنير، في نياتنا وأعمالنا وأقوالنا ومقاصدنا ومراداتنا ورغباتنا ظاهرا وباطنا، يا علي يا كبير، يا سميع يا بصير، يا عليم يا قدير، يا لطيف يا خبير، يا أرحم الراحمين يا الله. اللهم ادفع عنا وعن المؤمنين البلايا والآفات، وبلغنا أقاصي الغايات من جميع الخيرات في الحياة وعند الممات وبعد الممات. اللهم اختم لنا رجب بخير، واجعله شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وحجة لنا لا حجة علينا، وبارك لنا الأمة في شعبان، وبلغنا رمضان، وادفع عنا كيد النفس والهوى والشيطان، واجعل هوانا تبعا لما جاء به عبدك الذي أنزلت عليه القرآن في السر والإعلان، يا كريم يا منان يا الله. لا تصرف من جمعتنا أحدا إلا وثبت قلبه وقدمه على درب الهدى، وتوليته بما أنت أهله فيما خفي وما بدا، حتى تسعدنا أجمعين مع خواص سعدا هنا وغدا، يا حي يا قيوم يا الله. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. نسألك لنا والأمة من خير ما سألك منه عبدك نبيك سيدنا محمد، ونعوذ بك مما استعاذك منه عبدك نبيك سيدنا محمد، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عباد الله، إن الله أمر بثلاث ونهى عن ثلاث. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر.